وبمقر وزارة الفلاحة أشرف اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أشرف على لقاء وطني جمعه بالفاعلين في شعبة تربية المواشي واللحوم. اللقاء جاء لتنظيم عملية توزيع الأعلاف وعقلنة أسعارها، بالإضافة إلى تشكيل لجان تفتيش لمراقبة مدى الالتزام بالأسعار المقننة. الديسبوزيتيف القديم كان مركزها إلى على الأبقار، قلنا لا، لازم يتعمم على كاع لي زيسباس. ثاني شيء يتعمم ويكون معني بالأمر، سواء الموال وحده ولا عن طريق تعاونية، ويتعمم حتى على لي فاب اللي يديروا ان اليمون اللي هو يخدم ومصنع، وكاينين من الصنعة نتاعو يخدم لاليمون.